اخواتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سأحاول أن أعمل نقل كفالة في النظام الجديد تبع نقل الكفالات من غير أن أعمل النماذج الكلاسيكية لها، وهو نموذج تغيير جهة العمل. فسندخل على الشركة. إذا دخلنا على الشركة بإدارة العمل، سنذهب إلى الخدمات، وهنا تغيير جهة عمل داخل سوق العمل، تقديم من الجهة الجديدة وهي منشأة خاصة، الجهة القديمة منشأة، التحويل إلى الخدمة. سأدخل بيانات الشخص والمستوى التعليمي. بعد ذلك سأدخل معلومات عقد العمل، مثلا 1800 مدة عقد العمل 5 سنوات، المهنة المطلوبة لديه مهنة مصمم، فترة الاختبار، تاريخ المباشرة، سأعمل immediately أو 25 إضافة شرط عدم منافسة، ما أحتاج هنا شرط، الراتب الأساسي، وتم توفير جميع الخدمات من نعمل مفوض بالتوقيع. وبعد ذلك الكتب، سأدخل لدي كتاب تنازل عن فترة الإخطاء من صاحب العمل الحالي، صراحة موجود عندي، المؤهل العلمي لدي كذلك، وكذلك سأحمل الترجمة الخاصة بالمؤهل العلمي. إذا هذه الأشياء التي دخلتها على السيستم، هذه الأشياء التي أدخلتها على السيستم. إرسال الطلب. إذا ندخل رقم التليفون، رقم التليفون يجب أن يكون باسم الشخص العامل. إذا هنا سأرسل الطلب. كما لاحظتم تم تقديم الطلب بنجاح. تغيير جهة عمل داخل سوق القطري تحت الإجراء. سننتظر، غالبا سيعطينا الذهاب إلى الشخص هو نفسه لإبداء الموافقة على تغيير جهة العمل. وشكرا. إذا كما تلاحظون الآن أصبح الطلب بانتظار موافقة العامل. سأذهب للدخول بالعامل وأرى ماذا سيحدث. إذا للدخول بالعامل كما تكلمت من قبل، ندخل هنا ببوابة الأفراد والعمال حتى تصبح العملية سريعة. نعمل نسيت كلمة المرور. هنا أدخل رقم البطاقة ورقم التليفون الخاصة بالعامل. إذا كما تلاحظون هنا قد أدخلت رقم التليفون ورقم البطاقة. ستصل رسالة إلى الشخص، ندخلها، يتم تغيير الباسورد أو عمل الباسورد لهذا الشخص حتى يتمكن من الدخول منها إلى الخدمة. أتأكد بأنه إنجليزي. أوكي.
إذا الحين أصبح عندنا باسورد للشخص، فسندخل على الخدمة روابط الأفراد، إذا بعد الدخول برقم الحساب والباسورد يطلب منا مرة ثانية الـ OTP على رقم التليفون، وبالتالي فعند الدخول إلى هذه الخدمة هنا من العامل يدخل إلى طلبات بحث، فهنا كما ترون بانتظار موافقة العامل واتخاذ الإجراءات سيتخذ الإجراءات. إذن الإجراءات التي سأتخذها هنا، أي أنه اتفق مع صاحب العمل الحالي على عدم مراعاة فترة الإخطاء، فأقول نعم أو لا صاحب العمل أو لا. وهنا إن كان مشكل مع الشركة أو صاحب العمل، هنا كما هو مسجل في هذه الحالة يجب التأكيد من طرف الشركة، أي من بعد هذه المرحلة الشركة ستدخل على السيستم وكذلك تعطي عدم ممانعة لهذا الشخص، وأن المعلومات على العقد إضافة شرط عدم منافسة إلى آخره. فسنذهب هنا ونعمل اعتماد الطلب، وهنا نلاحظ أن الطلب بانتظار اعتماد صاحب العمل الحالي حاليا، فما علينا إلا الانتظار، وبعد ذلك أكيد سأخبركم إن العملية تمت بنجاح أو أنهم طلبوا النموذج تبع تغيير جهة العمل. وشكرا.